السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ كان دايما بيجي لي سؤال كده بيقول لك لو انا عايز اصغر البعد او اقدره بتاع الدايمنشن بتاعي، مستطيل زي ده بحط الدايمنشن بتاعي عادي كده بالشكل ده كده. ببص لقيت بعد الدايمنشن بتاعي صغير جدا، انا مش شايفه، هو معايا رسمه كبيره وعايز اشوف الدايمنشن كلها، بقول مش هعرف. فالحل للموضوع ده انك تكبر الدايمنشن ده ايه؟ انك هتروح الروتيشن عادي خالص، تختار تاني واحدة دي بالشكل ده كده، تنزل تحت تخش على الإعدادات، تخش على قائمة مودفاي من هنا كده. بعد ما تخش على مودفاي تلعب في المسكين، هو المسكين هنا واحد، 1.0 من 1000، مالكش دعوة بالمصفار من 1000 ايه، فهو هنا واحد. فاحنا ممكن نرفعه 6 مثلا عشان تكبر الدايمنشن شوية. اوكي، هتبص تلاقي الدايمنشن بتاعتك كبرت، عايز تكبرها عن كده خليها 7 8 9 10. طيب انا مثلا الدايمنشن بتاعتي كبيره جدا وعايز اصغرها، يعني كانت كبيره جدا اللي بالشكل ده كده، نفس الحاجه برضه عادي. انا هخش على مودفاي، هي مثلا كانت كبيره كده على رقم مثلا 50 كده مثلا، انا بفتح لقيتها كبيره جدا كده عايز اصغرها، عادي هتخش برضه على روتيشن، تنزل تاني واحده توصل للمودفاي. تمام، موديفاي بقى متوصلنا صفارة بقى خلاها 6 بقى معقول كده بس يا نجم، وكده تمت حاجة المشكلة. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو، واي حد محتاج حاجة يقدر، اي حد محتاج اي حاجة في الاوتوكاد يقدر يسيبني تحت، او عنده مشكلة يسيبها في الكتاب تحت، وحد محتاج يعرف باقي الاعدادات بتاعة الدايمنشن يقدر يرجع بالكورس تمام بتاع الاوتوكاد 2022، وحد محتاج اي حاجة يقدر يتواصل بقى على البيج بتاع الفيسبوك. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو.